نعيم. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يسعدني أن أكون معكم في هذا الشهر الكريم في مثل هذا الموعد من كل يوم بإذن الله رب العالمين، ونحن في حلقات متواصلة تحت عنوان روح وريحان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة على مصر وعلى أمنها وعلى شعبها، وأن يؤمنها من كل مكروه وسوء، وأن يطرد من بيننا شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا جميعا على قلب أتقى واحد منا، وأن يكرمنا رب العباد سبحانه وتعالى بالرفق واللين والهدوء والتعامل مع بعضنا البعض إخوة على هذا الوطن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنه وأن يرزق مصر بالخيرات، وأن يؤمن كل بلاد المسلمين، وأن يطرد عن كل بلاد العالم الإسلامي كل ما لا نحب، إن ربي على ما يشاء قدير. طبعا بالطبع هذه الحلقات يعني إن شاء الله سوف تكون متميزة، لأنني أحدثكم من يعني ليس استوديو مغلق أو مكان عادي، وإنما أنا أتحدث بفضل الله سبحانه وتعالى معكم كل يوم إن شاء الله من هذا المكان العامر من مسجد عمرو بن العاص، أول مسجد بني في مصر المحروسة وصلي فيه منذ سنة 21 هجرية. ومنذ هذا التاريخ والصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى والعبادات والدروس والمواعظ والحكم وقوافل العلماء تترى على هذا المكان الفريد الذي يشعر الإنسان إذا دخله برهبة ورغبة، ويشعر إذا دخل إلى هذا المكان بصلة عجيبة بربه سبحانه وتعالى. اللهم اجعل مصر عامرة ببيوتك يا رب العالمين. حقيقة الأمر اخترنا موضوع نحتاجه جميعا. نحن نقول ان بعض من سلوكياتنا او كثير من سلوكياتنا تشوبها شوائب كثيرة، ونحن حقيقة الأمر نريد أن نبين في هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين بعضا من يعني تعدينا الخلقي على بعضنا البعض. منظومة القيم، منظومة الخلق، منظومة اللغة العالمية التي أجادها الصحابة رضوان الله عليهم فدخل الناس في دين الله أفواجا، يبدو أننا ابتعدنا عنها قليلا. وأنا أريد إن شاء الله في كل حلقة من الحلقات نبين خلقا معينا، نرسم الطريق في محاولة يعني توضيحه، والمثالب أو السلبيات التي غزت بيوتنا ومجتمعنا، وتقصير البعض منا من أن ينتظم وفق المنهج. طبعا نعلم أن الأوزان لها مقياس، وهي الجرام والكيلوغرام، والأطوال لها يعني مقياس نقيس به، ألا وهي المليمتر والسنتيمتر والمتر وإلى آخره. فكل شيء له يعني مقاييس، مثلا الزلازل لها مقياس ريختر. طيب هل الخلق له مقياس؟ بطبيعة الحال مقياس الخلق هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يتمثلان في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وضعنا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة الميزان، ووضعنا أي جانب آخر من الجوانب الخلقية، نزم بمقياس خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن نريد أن نبحث عن هذا الخلق العظيم الذي وصفه ربه قائلا معظما قدره صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. نريد أن نبين خلقه، وهو الأسوة، وهو الذي كلنا نحبه، كلنا يعني نبغي أن نسير وفق منهجه، كلنا يحب أن يتخلق بشيء من خلقه صلى الله عليه وسلم، الذي يعني جاء أو هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، ولكن عاش بتواضعه واحدا بين الجميع. يعني إذا نظرنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يعني خطوة ويعني همسة من همسات حياته، تجد أنه يمثل الإنسانية
التي أوجدها رب العباد سبحانه وتعالى في هذا الكون. يعني هو إذا وصفناه بأعظم وصف هو الإنسان في كماله، الإنسان في كمال الإنسانية، هذه الإنسانية التي كرمها رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن هذه الحلقة اعتبرها توطئة أو تقديم لبقية الحلقات إن شاء الله. نحن اليوم نستقبل ضيفا كريما علينا. هذا الضيف يعني إذا قلنا إن ضيفا سوف ينزل بساحتنا أو يدخل إلى بيتنا، سوف نجهز البيت تجهيزا خاصا، نعده إعدادا خاصا، نهيئ طعاما خاصا، هذا بالنسبة للضيف البشري إذا زارنا. طيب هذا الضيف الكريم يعني هل رمضان اليوم هو رمضان الذي كان يقضيه الصحابة؟ يعني رمضان إذا قلنا عنوان رمضان بين الأمس واليوم، هل رمضان الآن 1432 هجرية هو نفس رمضان الذي جاء على عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يصلي سنة 21 هجرية مفتتحا هذا المسجد في أول مسجد بني في مصر؟ هل نفس رمضان؟ يعني هما 30 أو 29 يوم، هل نفس يعني رمضان هذا هو الذي قضاه عمرو والصحابة الغر الميامين الذين وطئت أقدامهم هذه الأرض الطيبة المباركة وانتشر الدين الإسلامي في هذه الأرض ولاذ الإنسان بهذه الرحمة الإلهية التي أوجدها رب العباد في هذا الدين، أم أن رمضان أعطيناه نحن صورة أخرى؟ هل نحن نتعامل مع رمضان من باب العبادات أم من باب العادات؟ يعني القضية أن كثيرا منا يتعامل مع رمضان معاملة التعود والعادة، نحن نريد أن نعيد شهر رمضان إلى ما كان عليه وما هو مقصود منه. بمعنى أنا اليوم أول يوم رمضان، أنا أريد الآن بعد نهاية البرنامج إن شاء الله أنت أو أنت يقوم فيزن نفسه، يعني يقف على الميزان، فرضنا 70 كيلوغرام، 60 كيلوغرام، أي وزن يعني، 50 كيلوغرام، أي وزن، ونسجل هذا الرقم. وآخر يوم إن شاء الله من رمضان كنا من أهل الدنيا ليلة العيد بإذن الله، لما فضيلة المفتي يطلع علينا يقول أن بكرة إن شاء الله بإذن الله العيد زي ما طلع علينا بالأمس إن شاء الله وبفضل الله وقال لنا أن أخبرنا أن رمضان اليوم، نزن أنفسنا ليلة العيد. والله لو كان وزني أول رمضان 60 كيلوغرام وآخر رمضان 58، والله من الواجب الواحد إيه يفرح. أما وزني أول رمضان 60 وليلة العيد 70، صراحة عايز إعادة حسابات. إذا رمضان هنا أخذ أنه أو سميته أو تعاملت معه أنه شهر الطعام لا شهر الصيام، ده أول موضوع، ده أول قصة. طب تاني نقطة، الآن الموظف أثناء الوظيفة الآن إذا دخل عليه إنسان يغتاب مديره أو رئيس القسم أو يتكلم أو يخوض في عرض أي إنسان، يقول له زميله يا أخي حرام عليك إحنا في نهار رمضان، يعني معنى إيه؟ يفهم زميله أنه يستطيع أن يأتي في ليلة رمضان ليغتاب كيفما يريد أو كيفما يشاء، يعني بلاش لغاية إيه؟ لغاية أذان المغرب، لكن بعد العشاء إن شاء الله خبرني في الهاتف أو يعني سر إلي بالكلام أو بعد صلاة التراويح بلغني إيه اللي حصل. لا، أنت يجب أن تكون رمضاني النزعة. يعني رمضاني النزعة؟ يقول له الغيبة حرام في نهار رمضان كما هي حرام في ليلها وإن كان في نهارها أشد، حرام الغيبة في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي المحرم وفي رجب وفي كل شو، يعني مفيش غيبة حلال في 11 شهرا وحرام في، يعني سبحان الله. وجدوا أننا كعرب نتكلم في اليوم الرجل والمرأة، مجموع كلام الرجل والمرأة في اليوم لإحصائية يعني 18,000 كلمة. السؤال، ملك الحسنات يا ترى مستريح من عدم الكتابة أم أنه شغل يده بكتابة كل ما يخرج من لسانك لأنه كلام طيب؟ وملك السيئات، هل نحن هو لا يتعب ولا يكل، يعني لا يفترون، ما يتعبوش، شغلتهم مهمة الملائكة أنهم لا يفترون على العباد
وعبادتهم بعد التسبيح والتقديس ان من ضمن مهمتهم كتابة الحسنات والسيئات ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. طب انا عايز في اول حلقة في هذا البرنامج اعد نفسي وايضا كل واحد يعد نفسه، يعني كلام لي اولا موجه كنصيحة ثم لكم وحضراتكم رجالا ونساء كبارا وصغارا. انا عايز اقول ان في رمضان انا اريد ان اقلل على المحصي الذي يحصي كلماتنا ان الرجل يتكلم ما يقرب من 8000 كلمة في اليوم والمرأة ما يقرب من 12000 كلمة، او لا ان شاء الله في رمضان سوف اجعل الكلمات 1000، يعني انزل لمستوى الايه 700 اتكلم والمرأة تقول 2000، يبقى بدل ما هم يتكلموا 18000 كلمة في اليوم يتكلموا 3000، يبقى زلنا ايه الى نسبة طيبة. والله لو خرجت من رمضان وزني نقص كيلو جرام وكلماتي قلت الى الربع او الثلث او الثمن او السدس او اي شيء، لان فعلا تحول رمضان عندي من شهر عادة الى شهر عبادة. انا اريد منك عند الغروب ان تفطر على تمرات او شيء من عصير او شيء من ماء وانتظر، قم الى الصلاة المغرب الاول بعد ما تحرك المعدة، نبه المعدة الله يرضى عليك، يعني لا تدخل عليها دخلة المهاجم المباغت الزيارة المفاجئة، بحيث ان تدخل على المعدة اكبر كمية ممكنة في اقل مدة ممكنة والمعدة نائمة من صلاة الفجر الى الان غروب الشمس اكثر من 15 ساعة. طيب وهي نائمة هذا النوم انت مش توقفها فجأة، انت تدخل عليها عمل مفاجئ ومباغت. لو تعرف طريق المعدة، يعني لو تعرف طريق قسم الشرطة لذهبت فاشتكت. انا يعني قد يكون هذا كلام بسيط لكن مهم في بداية رمضان، يعني لابد ان استقبل رمضان بهذه الروح. من الواجب ان استهلاك رمضان في الطعام يجب ان يكون نصف استهلاك شعبان ونصف استهلاك رجب. لكن يأتي رمضان وتقول بعض التقارير ان احنا نستهلك في رمضان تموين 20 شهر، اذا لا نضحك على انفسنا ونقول انه اصبح شهر صيام. لا، هو مش شهر صيام ابدا. شهر صيام ايه؟ شهر صيام مؤقت، يعني مجرد ان اصوم الى المغرب لان الله امرني بهذا، وبعد المغرب تفتح ابواب يعني التعذيب المستمر على المعدة المسكينة والامعاء والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، ويذهب المصلي الى صلاة التراويح بعد ان ملأ كيس المعدة، الرجل يقرأ في قصار السور وهو يظن ان الامام يقرأ سورة البقرة. الصحابة كانوا يستعدوا لرمضان قبله ب6 اشهر، وبعد رمضان يبتدوا يحاسبوا نفسهم هم ايه اللي عملوه في رمضان لمدة 6 اشهر. فالقضية كانت طبعا يقول ده كلام عادي خالص وكلام يعني مش واقعي. طب خليني في الواقع، هل من الواقع انني في شعبان كنت اكل 3 وجبات وفي رمضان من الواجب وجبة ونصف، وجبة الافطار ثم وجبة السحور، يبقى وجبة ونصف، لكن مش 3 وجبات، يبقى نصف من الواجب ان الميزانية في البيت المصري والبيت المسلم في رمضان لازم تنزل بالطعام الى النصف. كنت اشتري بكذا يبقى 50%، لان هذا من الواجب، هذه قاعدة رمضان. اما الذي نراه الان ده شيء غير مصدق وغير طبيعي. انا اريد ان اقول ان رمضان اليوم اصبح مختلف عن رمضان الامس. طب كيف نرجع رمضان الامس؟ والله ده مسار حلقات قادمة ان شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، يتقبل صلاتنا وصيامنا وعبادتنا، وان يجعلنا اخوة في الله، وان يهدي ابالنا، وان يصلح احوالنا، وان يشرح صدورنا، وان يهدي ابناءنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ولا تنسوا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.